الله على ذا الليل لو كان ما جابك اشتاق لك بالحيل ليطول غيابك. الله على ذا الليل لو كان ما جابك اشتاق لك بالحيل ليطول غيابك. يلي هويتك ليل والصبح قف بك والله ما تلحيل واقف على بابك. يلي هويتك ليل والصبح قف بك والله ما تلحيل واقف على بابك. الله الله الله، طبعا دائما ما تبهرنا المواهب الشبابية السعودية بتميزهم وإبداعهم، وكل موهبة طبعا لها بصمتها وطابعها الخاص فيها. معانا اليوم موهبة شبابية صاعدة، واحد يغني والثاني يدق على الطبلة زي ما شفتوا، فكونوا لنا دويتو جميل وعفوي. طبعا نتعرف عليهم معانا في الاستوديو. حمودي الحارة، محمد الحارة اللي هو اسمك الحقيقي محمد. محمد، هلا وسهلا بك محمد. و المروس. المروس، المروس يعني اللي يدق الطبلة. نعم. ايش اسمك؟ عبد الهادي. عبد الهادي، اهلا وسهلا بكم. احنا مره مبسوطين انكم معنا، خصوصا انكم جيتوا مخصوص من مكة على برنامج سيدتي عشان تلبوا الدعوة وتكونوا معنا اليوم. ان شاء الله. لنا اول شيء نبغى نشوف بعض المشاهد والفيديوهات اللي منتشرة ليكم واللي الناس حبوها كثير كثير، خلينا نشوفهم. طبعا شفنا المقاطع الحلوة هذه اللي بالفعل منتشرة وشفناها يمكن على السوشيال ميديا كثير، وكل الناس كانوا بيسألوا مين هذول الأولاد الحلوين ما شاء الله. فاليوم نبغى نتكلم بالتفاصيل. حمودي، أنت تحب أناديك حمودي ولا محمد؟ أي شيء. اللي مشهور فيه طبعا حمودي. حمودي ولد الحارة. ليش ولد الحارة؟ لأن أنا انتشر المقطع حقي أنا في الحارة. وأنت في الحارة صح؟ في الحارة، وأهل الحارة يدلعوني حمودي عشان كذا يسموني حمودي. حمودي ولد الحارة. طيب. وعبد الهادي. أنا اسمي عبد الهادي البشري لأني في المقطع كنت أروس الحمودي. تروس تدق طبلة؟ أيوه، وفي الحارة سموني مروس الحارة. يا سلام. الحين احنا شفنا الفيديوهات ما شاء الله تبارك الله 24 ساعة على الطبلة ونغني، فين الدراسة؟ لا ندرس. هم. تدرسوا؟ ندرس. أيوة. حكونا عن دراسة شوية، أنت في صف كم وهو في صف كم؟ أنا في الصف الثالث متوسط. حلو ما شاء الله. وأنت وأنا ثاني متوسط. أنت ثاني متوسط. نعم. أنت أصغر مني. أيوة أصغر مني بسنة. وهو يقرب لك كمان. هو ولد عمي. ولد عمي. ولد عمي. نعم. طب أنا بدي أعرف يعني كيف بدأت هذا الديوتو، يعني كيف أنت كنت تعرف إنه أنت تعرف طبل وهو صوته حلو وقلتوا يلا خلينا نكون مع بعض، ولا جات صدفة ولا لا. كيف؟ هذه جات صدفة. أيوة. جاء واحد من جيراننا، جاء إحنا قاعدين نغني كذا، فجاء ولا جاء يصورنا. ولا بعد يوم يومين كذا انتشر المقطع بس. ايوه اللي هو المقطع اللي شفناكم جالسين. أيوة بالحال. أيوة. لكن لا، لما بداتوا اصلا قلتوا يلا انا اغني ويلا انا اطبل، كيف هذه جت؟ من زمان احنا من زمان. انتوا كذا تجتمعوا دائما على هذا الشيء؟ دائما نشتغل بالجكوك من قبل الشهر. من قبل الشهر. وجات جلسه، قلنا ذاك اليوم نبغى نجلس، وجلسنا وغنينا وجاء واحد صورنا وحنا والله ما ندري. باين انكم ما تدرون. ما ادري. وانتشر المقطع. والله ما كانوا يدرون. واضح يعني على سجية. بس حلو، مشاهير على شيء حلو يعني. عرفتي في صوت خامه صوت مره حلو عند حمودي، وما شاء الله عبد الهادي ايش دق الطبله الروعه ده. في احد في عائلتك علمك تعزف الطبله؟ نعم اخويا.
أخوك. نعم. أخوك الكبير. أيوة. يعني أنتوا تحبوا تدقوا طبلة كده في أي أوقات الفراغ؟ زمان أيوة. كنا نلعب كيرم، الحين ندق طبلة. أيوة دق طبلة. جميل. طب وأنت كيف تعلمت الغنى؟ صوتك ما شاء الله مرة حلو يا حمودي. والله نغني 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 لين جذا اليوم اللي شهرنا بيه. والله أغني ما أدري صوتي حلو والله بس. لا حلو. جاء واحد صورني والعالم قالت حلو والحمد لله. ما شاء الله عليكم. طب إحنا يعني صح إننا نبغى ندردش وكذا بس برضو نبغى نسمع. سمعونا حاجة. مليا ما سمع. سمعنا. أيوة سمع. سمعنا إيه. أنا مرة متحمسة أبغى أغني معاكم بس قالوا لي لا تغني. بترجعي لو قلت لك إني أحبك للأبد. بترجعي لو جيت لك. بكرة على آخر وعد بترجعي لو قلت لك إني أحبك للأبد بترجعي لو جيت لك بكرة على آخر وعد أركض ورا ظلك بأشيك أركض ولا حصل أحد طول خيري في أيامنا طول وأنا صبري نفد أركض ورا ظلك بجيك أركض ولا حصل أحد طول خيري في أيامنا طول وأنا صبري نفد ما حسني فقد حبيب ما حسني فقد بلد فقد بلد فقد بلد الله عليكم حمودة أبغى أقول لك شيء إن شاء الله لما تكبر ولما يجي حد يقول لك اه هذه الغمازات ما هي حقيقيه اكيد انت رحت لدكتور تجميل سويتها خليه يشوف ذا الفيديو ويتذكر قول له لا انا من انا صغير عندي غمازات انه يعني في تنمر على هذا الموضوع كثير يعني انا من الناس اللي بعاني منه ما شاء الله عليك ما شاء الله بس ابغى اسالكم بالنسبه لما كانت الدنيا حجر وجالسين في البيت كيف كنتوا بتقضوا وقتكم كنتوا بتتجمعوا برضه وبتغنوا ولا كيف كنتوا بتسووا بتجمع في البيت بتتجمعوا في البيت في البيت وبرضه الحاره الحارة. لا كيف أيوة. في الحارة الدنيا حجر يعني أي أيام ما كانت الناس في البيوت وما كنا نطلع وأوقات اللي هو لازم نجلس في البيت وما نطلع ما كنتوا تنزلوا الحارة ولا كنتوا تنزلوا الحارة لا ما كنا نزل. ما تقول حتى لو كنت تنزل لا تقول أنت على الهواء مباشرة ريف تبغى تطيحك بالشان لا اللي أقصده أنه يعني خلاص قضيتوا وقت أكثر مع بعض قعدتوا تغنوا أكثر لا كنا في البيت الحالة ولا راح يصور يمكن يوم روح طب الخضمني ونرجع البيت بس أهلكم إيش رأيهم في ده الموضوع بتزعجوهم لا ولا مبسوطين لا مبسوطين بالعكس مبسوطين يحبون الأشياء دي مع أن صوت طبلة عالي أنا أيوة يعني نقول مثلا إذا حمودي غنى لحاله صوته ممكن ما هيزعجهم مرة لكن أنت عبد الهادي لما تطبل الصوت مو عالي طبل يعني تروس لا لا تروس أنا آسفة في البيت بهداوة طبل طبلينا كيف بهداوة خلونا نسمع بس الطبلة لحالها بهداوة يلا شيء كده هادي كده مصري اللي انت عايزه يا مصري سمعني زي تعرف مصري سمعنا مصري البلد الدعسه الله الله هذا بهداوة بدله وبهداوة انا هقتل نفسي يا لا ما يصلح بهداوة هذا ما يصلح بهداوة هذا يمكن ايام الحجر الطبله هذه مره حلوه وتصحي الناس وهم نايمين جربت تسوي دور المصحراتي في البيت اللي هو يصحي الناس يطبل يصحي الناس اصحى يا نايم عيب كده والله اللي شوتوني طيب طيب حمودي انا بدي اسالكم كمان يعني ردود فعل الناس لما انتشر الفيديو حقكم فجاه كنتوا في الحاره على نياتكم بعفوية مع أصحابكم فجأة شفتوا الفيديوهات الناس بتعلق عليها وبيجيكم عاد رسائل وتعليقات كلمونا إيش كيف كانت ردة فعلكم في ذا الموضوع ردود الناس حفزتنا نحن نكمل ونعطيهم شيء مرتب بس كنتوا متوقعين هذا الانتشار الكبير لا والله ما كان نياتهم أطفال يا ريت وأهلكم إيش رأيهم في الموضوع ده بالعكس والله فرحوا والله فرحوا أنا كده شايفت لكم مستقبل مختلف يعني لما تكبروا عندي إحساس إن أنت هتصير مطرب وأنت هتصير عازف رائع إن شاء الله تحب تعزف على أشياء ثانية غير الطبلة؟ أي أنا أعزف أشياء ثانية إيش تحب في آلات موسيقية ثانية؟ في نجرزان والبونغوس الإيه؟ نجرزان هذه ما تعلمونها قل زي الزير زي إيه؟
الزير. الزير أيوة حق المويه. ايوه والبنقص. البنقص هذا هدف مكه. لا زين لا طب لا لكن ايه واحدة تحت كبير واحدة فوق. أيوة آه عرفتها اللي كذا كذا. أيوة ما جبتها؟ أنا لا والله ما جبتها. ما جبتها فسيارة. بس لا بس هذا شيء حلو يعني. أنت إيش اللي شدك في الطبلة؟ ليش تحب الطبلة بالذات؟ أنا كنت قبل أشوف مقاطع وذا عجبوني كيف يدقون وكذا وتشكيل وقلت إن شاء الله آخذ طبلة وأشكل أسوي زي وسبحان الله. تحب أبو رايش؟ رسمي والله ابو رايش اللي يعزف الطبله مع رابح صقر. ايوه مع رابح. لا والله ما معروف مره. انا هوريك اياه في الفاصل دحين هوريك. هو هذا فظيع يدق الدقه كذا ما حد يقعد. عموما يا عبد الهادي او المروس مروس يا عبير وحمودي الحارة اكيد مشاهدينا هيكونوا معانا طبعا بعد الفاصل. خلونا نطلع هذا الفاصل البسيط ونرجع كمان ولكن نبغى نسمع شيء. سمعونا شيء. نطلع الفاصل؟ ايوه يلا دق. سلموا لي على اللي سمح لي فرقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه. سلموا لي على اللي سمح لي فرقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه. قايد الريم تاخذني عليها الشفاقة ليتني طول عمري دبلتن في مين. أكيد مكملين معاكم مشاهدين وأرحب مرة ثانية في الجميلين محمد حمود الحارة. أهلا وسهلا. أهلا. وطبعا عبد الهادي اللي هو المروس. المروس هحفظها يا عبد الهادي ما أعرف. شرفتونا ونورتونا وإحنا مرة سعيدين وأشكر لكم حضوركم مخصوص من مكة عشان تكونوا معانا اليوم. بصراحة هذا شرف لنا. بس أكيد أنتوا درستوا قبل لا تطلعون. أوكي حلو خلاص هذا أهم شيء طبعا. أنا عرفت أنه كمان عبد الهادي بتعزف على آلات أخرى لما سألت كريم. لكن بالنسبة لك حمودي في ألوان معينة في الأغاني أنت تحب تغنيها؟ والله انا اغني بس كذا ما عندي شيء. بس انا لاحظت اغانيك يعني مش قديمه ولا جديده يعني مثلا مش ما تسمع لي القديم مثلا طلال مداح عباد الجوهر. لا غنيت غنيت لطلال مداح. طيب وبالنسبه للجديد تحب تغني لمين؟ زي محمد عبدو تحب راشد الماجد. حلو هذول احسن. بس برضو تحب الاغاني اللي ام بعاويه وكذا ابو سراج. احبه لكن ما احب اطلعها ابو سراج خليها بس يعني باين في الحاره يعني هذه الاغاني برضه لها مكانتها عند الناس وخصوصا في الحارات يعني. قبل فتره غرد معالي المستشار تركي آل الشيخ ونشر لكم مقطع فيديو وقال قديش انتم ناس موهوبين وما شاء الله يعني كيف بتغنوا كيف في اندماج بيناتكم. ايش رايكم في هذه التغريده؟ اول شيء نشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمنا وهذا يدل على اهتمامه بالمواهب والله يعطي العافيه. امين. تبغى تقول شيء؟ انا؟ ايوه. ما انبسطت طبعا لما نغرد. ايوه اكيد انبسطت. انبسطت وحبيت انه هو دعم المواهب الشبابيه اللي زيكم كمان. شيء جميل. طب ايش يعني بخصوص هذا الموضوع ايش ممكن تسمعونا حاجه عشان ناكد مره ثانيه وثالثه ورابعه انه انتم ما شاء الله متمكنين؟ قبل ما حنسمع الأغنية معاكم بس خلينا نعرض تغريدة معالي المستشار تركي آل الشيخ بخصوص المروس وحمودي ولد الحارة اللي لاقت تفاعل مرة كبير من رواد السوشيال ميديا. شفتوا كيف العفوية والموهبة الحلوة والواحد لما يكون على طبيعته كيف يدخل قلوب الناس بسهولة. طبعا الحمد
يلا هذيك سمعونا شيء قبل ما يسمعونا ايش ده؟ هذا البونغوس. هذا الايه؟ البونغوس. هذا البونغوس زنبل. طيب هذا هو. اول شيء حتسمعونا اغنيه بعدين حديث معك يا عبد الهادي وانت كيف بتعزف لنا على البونغوس. طيب يلا اول شيء بالطبله تفضلي حمودي. الله يا وقت مضى لو بدينا ما يروح والله يا عمر انقضى بين الاماني والجروح والله يا وقت مضى لو بدينا ما يروح والله يا عمر انقضى بين الاماني والجروح قولوا لجدر عن البيوت كنا حبايب وقصرا واليوم ما للحب صوت ما حدنا عن الثاني دار قولوا لجدر عن البيوت كنا حبايب وقصرا واليوم ما للحب صوت ما حدنا عن الثاني درى. الله الله عليكم ما شاء الله رائعين. يعني من جد انا لما اشوف مواهب زي كذا اقول يا ريت لو عندي كذا قناه للاجيال الجديده هذه تكون كذا موجهه بس بالضبط تكون كلها هذه المواهب تتجمع فيها من جد يعني ان شاء الله. مرة فائدة كبيرة لينا إنه أنتوا موهبة حقيقية. عبد الهادي فين تشوف نفسك بعد 10 سنين؟ إيش طموحك؟ طموحي أعزف على إيقاعات جديدة إن شاء الله مثل العود والجيتار و تبغى تتعلم المجال الموسيقي أكثر؟ نعم موسيقي. حلو حلو. هم بيدرسوا موضوع الموسيقى إنها تدخل في المناهج والمدارس وزي كذا. صار يمكن ما جاء موضوع كورونا وغير الخطة شوية ولكن أكيد راح يكون في دعم كبير للمواهب خصوصا اللي بيعزفوا واللي بيغنوا. وأنت يا حمودي؟ حابة أصير فنان كبير على أغاني وإن شاء الله أحفظ أغنية و يعني انت ليك توجه معين يعني في نوع معين من الاغاني تحبه؟ تحب الشعبي تحب الطربي ايش تحب؟ انا احب نفسي اللي افضل واضبطه هو الشعبي. انت ما شاء الله شاطر الشعب. طيب عرفنا هذا البونغوس. ايوه هذا البونغوس. يلا ورينا كيف. البونغوس كمان كده حسبته يقعد على الطاوله وتطبل. لا 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 اوكي. لازم معاه ايقاع شوي. لازم يكون معاه ايقاع شوي. هذا هو البونغوس. اي جميل. وهذا كيف تعلمته؟ يعني يمكن تدربوك او انا هذا ابوي علم لي البونغوس تحديدا. بابا علمك هو؟ هو الوالد يعزف كمان ما شاء الله. يعزف كمان. حتى ابو حمود ما شاء الله يعزف العود. اكيد احنا اكيد نوجه تحيه لوالديكم انهم بيدعموكم بيدعموا هذه الموهبه وبينموها. لازم خير يحفظهم لنا. امين امين يا رب. طيب انا يعني في بس حاجه لاحظتها على عبد الهادي لو تسمحوا لي اتكلم عنها انه انت بتضرب الطبله بتعزف باظافيرك. ايوه انا صحيح. انا سمعت زمان شفت لقاء لاحدى برضو عازفين الطبله المتمكنين انه كان بيقول انها اصعب شيء. ايوه هذا اذا كنت بتعلم بس اقعد تسوي على شيء على تكايه اقعد تسوي كذا. اوكي اقعد طوال الوقت تسويها واذا كان عندك طبله او شيء ثاني اقعد تسويه. طب انا بسوي كذا مره كثير اكثر احد يسوي كذا انا. طيب يمكن تعرفي له. والله والله يعني اجرب معك بعد الهوا. جرب والله. طب اعزف لنا بس طب ورينا مقطع بس العزف اللي كذا اللي بالخفيف على اطراف الاصابع. يلا ألف عافية. يعني فعلا موهبة حقيقية صراحة. أنا سعيدة جدا بتواجدكم معانا اليوم ونفسي ما أخلص. بس إيش كمان تقدر محضر لنا أغاني وتقدر تغنيها لنا؟ هذه أغنية أول أغنية لي اللي تنشرت. أغنية لي؟ اللي تنشرت العراقية. العراقية؟ أيوة هذا اللي بنستناه إحنا. دنيا حال تغيرت والمحنة ما بقت لا بخلاني صرت من هذا الوقت. دنيا حيل تغيرت والمحنة ما بقت لا
بخلى عني صرت من هذا الوقت ولا متى هذا حالي همي كل شهادني عشرت هذا وذاك ماكو واحد فادني شوف 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 هذا سوى بيك شوف 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 يا طيبتك عمت عليك. الله الله الله, الله, الله يعني ما شاء الله عليكم. الأغاني كمان الجميلة وما شاء الله يعني حلوة طالعة بصوتك. حلو. لكن خليني أقول لك حاجة, إلا ما يكون مثلا في طلبات خاصة في الحارة. يعني مثلا يجيك احد من اولاد الحاره من اللي بيقعدوا معاكم في سمراتكم الجميله يطلب اغنيه معينه, صحيح ولا لا؟ ايش اكثر اغاني اللي بيطلبوها منكم؟ هذه الاغنيه هم يحبونها, يحبوها مره, يحبون اغاني شعبيه. ينبع. الله. ينبعاوي. ينبعاوي طبعا. خبيتي. خبيتي. طيب انت ما انت رادت تغني لنا ينبعاوي؟ ليش؟ لا ينبعاوي ما اغني. ليش؟ ايش السبب يعني؟ لازم ايقاعات ثانيه. ايوه صحيح, يبغى لها. احنا ما عندنا غير طبله وذي بس. طب نساعدكم ريم هتدق على فوقس المنقص ايش اسمه؟ بس اقولين بعاوي انا ماني حافظ يعني ما اعرف ما اضبطها ما اضبطها. والشعبي غير اللي ينبعاوي. الشعبي اضبط. الشعبي اكثر شيء. الشعبي اكثر شيء. مين تحب من الفنانين المغنيين؟ محمد عبده هذا اغني له. اي زي راشد الماجد. ايوه. وطلال مداح حضر. بس ما سمعت اغنيتنا انا طلال مداح. اي طلال مداح اغني لكم. غني لكم. ايوه غني لنا كده. غني لنا. يلا. يلا. كيف استنوا. ايوه لحظة. قبل ما تبدأوا انت كيف تفهم هو ايش يبغى يغني واية اغنية وعلى اساسها تضبط الايقاع؟ احنا متفاهمين قبل. لا بس كده في بيناتكم اشارات سرية. هذه حركات صار مجرد يعني. اقول الاغنية هو يعرف الدق. خلاص. ما شاء الله مجرد ما تدخل في اغنية خلاص انت بتدخل معاه في الايقاع بتعرف الناحية اللي تبغى. ما شاء الله. في سلم الطائرة بكيت غصبا بكيت على محبين قلبي عندي ما وداني. في سلم الطائرة بكيت غصبا بكيت على محبين قلبي عندي ما وداني. أشوف محبوب قلبي بين نخلة وبيت يناظر الطائرة يبغى يحرك شجوني. برافو برافو. أغنية ما هي سهلة. أغنية ما هي سهلة. صار يعني حسيت في عواطف ومش خلاص كده. لا هو بيغني بإحساس. أكيد طبعا يعني بيغني بإحساس. ما شاء الله تحسيه كده يعني ماسكها صح الأغنية. صح؟ أنت تحتاج وقت طويل عشان تدرب صوتك تدرب نفسك. الأغنية هي لها لحن. بالضبط. الاغنيه احفظها سهله لكن اللحن صعب. اللحن لازم اقعد شويه امد وزي كذا الا ما اضبطها. برافو عليك. برافو. انا سعيده فيهم وما ابغاهم يروحوا. حتى انا ما ابغاهم يروحوا يعني ودنا تكونوا معنا لنهايه الحلقه. مبسوطين فيكم وفخورين فيكم وان شاء الله ما تغيركم الشهره بالعكس تكون ايجابيه. أيوة. ليكم. خليك زي ما انت. وانت كمان خليك زي ما انت. ايوه وانت كمان خليك زي ما انت. يعني اهم شيء انكم كمان انه لقيت الدعم ودراستكم مهمه واهم شيء انكم نشوفكم ان شاء الله في مواسم في مهرجانات. ان شاء الله. نشكركم على استضافتنا ونشكركم اكثر الشكر. اهلا وسهلا نورتنا والله. عبد الهادي حابب تقول شيء قبل لا نختم معك؟ لا والله يعطيك العافيه عبد الهادي. الله يوفقكم وان شاء الله نشوفكم في مهرجانات وان شاء الله نشوفكم كذا في فعاليات حلوه ونقول الله حمود الحاره والمروس كانوا معنا في برنامج شهيدتي وشكرا لكم ان جيتوا من مكه مخصوص عشان شكرا لكم. مشاهدينا اكيد احنا مكملين معاكم فقرات برنامج سيدتي ولا تنسوا انكم تتفاعلوا معنا على هاشتاج برنامج سيدتي كل اللي نفسكم فيه واحنا نلبي لكم طلباتكم. انتظرونا والمزيد بعد الفاصل.